جديدة من منومنومات، أهلا بكم. نستعرض فيها أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي، ما بين الفن التشكيلي والفعاليات المسرحية والسينمائية والأدبية، ونختتم دائما بالموسيقى. وفي حلقة هذا الأسبوع، حمور زيادة، الغرق، رواية عن السودان الغارق في مشكلات الماضي، 100 فيلم في مهرجان بيروت للأفلام المستقلة، ختام الدورة 29 من المسرح التجريبي في القاهرة، دبكة وأغنيات تراثية في حفل مؤسسة أطفال الصمود. كل هذا وأكثر في حلقة اليوم. والبداية من مصر، حيث اختتمت فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته 29، والتي حملت اسم المخرج البريطاني بيتر بروك. إدارة المهرجان كرمت 5 من أثروا المسرح العربي والعالمي، وهو اسم الراحل الدكتور كمال عيد، والمخرج انتصار عبد الفتاح، والكاتب والمخرج السعودي فهد الحارثي، والمخرج التونسي أنور الشعافي، ومن كندا المخرج والمؤلف دومينيك شامبين. ضمن المسابقة الرسمية عرضت مسرحية الكوميديا الإلهية للمخرج التونسي حافظ خليفة. الكوميديا الإلهية مأخوذة عن ملحمة الشاعر الإيطالي دانتي أليغري، والتي تحمل الاسم نفسه. وفي هذه المسرحية اقتصر المخرج على رحلة دانتي من عالم الجحيم، حيث وادي الظلمات ووادي العذاب الأليم، وحيث أرواح الناس المعذبة تتساقط كالأوراق. تتناول المسرحية العديد من القضايا، منها الحب والخير والشر، إذ تمثل رحلة دانتي في عالم الآخر بداية من الدرك الأسفل للجحيم، صعودا نحو المطهر ثم الجنة. رحلة البشرية من الجهل والظلام نحو النور، عبر المرور بالمطهر، أي عبر الفكر والمعرفة وإعمال العقل والحكمة. في 14 من سبتمبر الجاري يستضيف مسرح روابط في مصر عرض ساكن متحرك لفرقة الطائف السعودية. ساكن متحرك من تأليف فهد الحارثي وإخراج أحمد الأحمري، تدور أحداثها داخل مسرح، وتتتبع ممثلا داخل فرقة تمثيلية، وهو ينتقل عبر روتينه المزدحم من البروفات وعلاقاته مع المخرج والكاتب والممثلين، لتلقي نظرة ثاقبة لواقع تقديم عرض مسرحي. أعلنت لجنة جائزة المعهد العربي في فرنسا القائمة القصيرة للعام الجاري، والتي ضمت 8 روايات لكتاب عرب كتبت أو ترجمت إلى الفرنسية. القائمة ضمت رواية الغرق، حكايات القهر والونس، للكاتب والروائي السوداني حمور زيادة. حمور زيادة كاتب وروائي من مواليد الخرطوم 1977. صدرت له عدة روايات، أبرزها شوق الدرويش، الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للرواية في الجامعة الأمريكية في القاهرة. وعن رواياته الأحدث الغرق ومشاريعه المقبلة تحدث الروائي السوداني لمنمنمات، فلنشاهد. الرواية تدور في قرية في شمال السودان في العام 1969، في نفس الوقت الذي حدث فيه انقلاب جعفر نميري في 25 مايو من ذلك العام. تدور أحداث الرواية في مجتمع تقليدي محلي شبه مغلق، تتناول التراتبية المجتمعية وسيطرة النظام التقليدي والنظام الذكوري على الأفراد وعلاقات القوة ما بين الطبقات المختلفة من المجتمع، وعلاقة كل ذلك بمسألة السلطة السياسية في الخرطوم، الحكم العسكري وحكم الأحزاب الديمقراطية.
ترجمت الرواية للغة الفرنسية من دار نشر سندباد أكت سود في فرنسا، هي دار نشر مهتمة بترجمة الأدب العربي إلى الفرنسية، وترجمت أيضا إلى الإنجليزية من دار نشر أمريكية، تصدر هذه الترجمة الإنجليزية خلال هذه الأيام. الترجمة الفرنسية صدرت في مارس الماضي، قام بالترجمة أستاذة الأدب العربي الحديث بفرنسا بسوربون مارتشيلا روبينو، وبالمشاركة مع قيس سعدي، هي أول ترجمة لهما. يعني الترجمة لقيت تفاعلا إيجابيا جيدا من قارئي الفرنسية، الكتاب نفسه الرواية يعني وزعت بشكل جيد، تقريبا طبعتها الأولى أوشكت على النفاذ الآن قبل مرور عام واحد على صدور الترجمة. أنا أعتقد أن يعني طبعا فرصة الترجمة هي مسألة جيدة لكل كاتب وجيدة للأدب العربي نفسه. يعني إحنا نقرأ كثير من الأدب العالمي المترجم لنا باللغة العربية، ونحتاج أيضا أن يقرأ العالم ما نكتبه باللغة العربية مترجما إلى لغات أخرى. أنا يعني كنت محظوظا أنه سبق ترجمت أعمالي إلى الإنجليزية، إلى الفارسية، إلى الصينية، إلى الإيطالية، لكن هذه أول ترجمة فرنسية، وتنافس الآن الرواية على جائزة معهد العالم العربي للأدب العربي، وهي جائزة مهمة أنشأت في 2013. سبق أن فاز بها من السودان الصديق عبد العزيز بركة ساكن. 25 مايو 1969 أنا أعتقد أنه هو حدث محوري في تاريخ السودان. يعني بشكل من الأشكال نحن ما زلنا نعيش في ما يمكن أن يسمى تبعات الحقبة المايوية، الأضرار التي حدثت في المجتمع السوداني خلال 16 عام من الحكم العسكري لنظام جعفر نميري، ضرب بنية الأحزاب السياسية، يعني هذه كلها مشاكل نشأت من تلك الفترة ما تلاها بعد ذلك من تحالف نميري مع الإسلاميين وأزمات الحكم التي قادت بعد ذلك إلى انقلاب الجبهة الإسلامية في 89. أي نظرة للمجتمع السوداني في يومنا هذا أعتقد أنها ستقودنا إلى النظر إلى نظام 1969، نظام جعفر نميري. وبشكل من الأشكال يمكن نقول أن الرواية حاولت أن تنظر إلى أين بدأت مشاكلنا أو جزء من مشاكلنا، ليست كل المشاكل بالتأكيد، هناك مشاكل موروثة منذ تأسيس الدولة في 56 أو من قبلها في 1898 أو 1821، كل هذه تواريخ لتأسيسات من تأسيس شكل السودان الحالي. لكن واحدة من مشاكلنا الحديثة التي نعيشها هي ما أفرزه نظام 1969. أعتقد أنها كانت 16 سنة من حكم الفرد يعني شديد الوطأة على المجتمع السوداني، وبشكل من الأشكال شكلت واقعنا الذي نعيشه اليوم. هناك عمل يعني يفترض أنه كان يسطر في نهاية العام الماضي على حسب توقيع العقد مع الناشر، لكن للأسف يعني لم أستطع إنجازه في الفترة المطلوبة، وعلى وشك أن ينتهي غالبا في نهاية هذا العام أو بداية العام القادم، غالبا على معرض القاهرة في الكتاب في يناير 2023 غالبا تصدر هذه الرواية. هي يعني بدون دخول في تفاصيل كثير عنها، هي شكل جديد بالنسبة لي في محاولة الكتابة، تدور في وسط مديني ليس ريفي كما تبدأ أن أكتب، وسط حديث ليس وسط تاريخي أيضا كما تبدأ أن أكتب، فبشكل من الأشكال هي نوع من التحديات بالنسبة لهذه الكتابة الجديدة. أتمنى أنها تجد حظ سابقاتها من الكتب التي صدرت لي. الحالة الثقافية في السودان يعني لا يمكن فصلها عن الحالة السياسية والحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية، هناك مشاكل كثيرة جدا تقعد كل شيء تقريبا، يعني لكن رغم ذلك هناك مقاومون، الناس تكتب، الناس تحاول أن تقرأ، يعني نستطيع أن نقول أن هناك حراك ثقافي على قدر ما هو متاح، ويحاولون دائما توسيع الحدود ورفع السقف، لكن الأدب السوداني ما زال مجهولا إلى حد كبير. الناس تعرف أكبر الأسماء الطيب صالح إلى حد ما، دكتور أمير تاج السير الآن وبعض الأسماء، لكنهم يعني كتاب وكاتبات ربما لن يزيد عددهم عن العشرة. لذلك هناك دائم فضول لمعرفة ماذا يمكن أن يقدم هذا البلد، ف
فكوننا كنز مخبوء حتى هذه اللحظة أعتقد أنه هذه ميزة يمكن للمثقف والكاتب السوداني أن يقدم الكثير. لكن إذا تأتت تحت شعار السينما قاطرة للوساطة الاجتماعية، ينطلق في 14 من سبتمبر الجاري المهرجان الدولي للسينما والهجرة بمدينة وجدة في المغرب. تضم الدورة 10 من المهرجان 11 فيلما من 9 دول، وهي المغرب وتونس ومصر وسوريا وتركيا وروسيا وفرنسا والعراق وبلجيكا، وتتوزع على مسابقتين للأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة. ويشمل برنامج المهرجان عددا من الورش التدريبية والمحاضرات عن التجربة السينمائية للمغاربة عالميا، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات وهم المخرج والممثل المغربي عبد الكريم قيسي والممثل كامل كينزو والمخرجة الفرنسية سيمون بيتون والممثلة المغربية المقيمة بإسبانيا ابتسام مكروني. المهرجان الدولي للسينما والهجرة ستتواصل فعالياته حتى 17 من سبتمبر الجاري. في لبنان اختتمت الدورة 6 من مهرجان بيروت للأفلام المستقلة في 3 من سبتمبر الجاري. المهرجان عرض في هذه الدورة أكثر من 100 فيلم عربي وأجنبي. منمنمات كان حاضرا في حفل الافتتاح والتقى المشاركين في المهرجان، فلنتابع. هيدي السنة بلف نحن هيك ليك، وإذا شايفين حوالينا نحن عم نستقبل مخرجين ومنتجين وارتست من كل العالم العربي، من لبنان ومن كل العالم العربي وكمان انترناشونالز. هيدي السنة الحلو عنا إنه رح نعرض أكثر من 100 فيلم، 150 فيلم، 105 فيلم. ما كان في موضوع محدد، نحن نقينا الافلام على اساسها، بس لاحظنا انه بهالسنتين ثلاثه يلي قطعوا علينا بلبنان واللي قطعنا فيه بلبنان يعني منه شيء سهل، الافلام كلها تقريبا عم تحكي عن هذا الموضوع، الافلام كلها عم تحكي يمكن عن الكونسيكونسز بالصحه النفسيه يلي نحن يمكن لهلا تبلشنا نقدر نحكي من خلال الافلام. بعد لهلا على الانف بس بعد كل يوم لهلا عم بتعلم. انت شو بتعرف عن الزيتون؟ بدك كتير بعد لتفهم شو بدك تعمل. الحلو انه هيدي السنه بالجوري ممبرز عنا عالم جاي من برات لبنان، من كندا، من امريكا، وحتى من مصر جايين، فهيدا الشيء بيزيد على المهرجان تبعنا كيف بدي اقول لكم، بيزيد بروفيشناليزم، ونحن اكيد كثير مبسوطين من يلي عم بيصير وحابين نرجع شوي شوي نحط بيروت على خارطه الفن وعلى خارطه السينما. The Sunsets on Beirut هو كان الجراديويشن فيلم تبعي، هو بيحكي عن بنت بتضيع بسينتها بأربع آب. قصة البسينة بلشت بشي very narrative، بعدين كبرت على شي بفتكر أكبر. Watch it you guys tell me I think. الفيلم بيحكي عن شخص بيكون قاعد بقلب الحمام تاعه وبيصير بيتعرف على AI او Artificial Intelligence. هو الفيلم معمول يعني معمول مستقل، انا عامله شخصيا لحالي، ما في تمويل خارجي لفيلم انيميشن. بعتبره انه كثير ضروري ينعرض بمهرجان بيروج وبيعرض افلام مستقله، لانه صراحه ما بيجينا هالفرصه ابدا. بعد تبريد يلي تعلقوا اليوم رح نتكلم
بركات بستاني. جولة منمنمات الفنية والثقافية مستمرة وفيها بعض الفاصل. السرد وأسئلة ما بعد الحداثة، محور ملتقى الشارقة. دبكة وأغنيات تراثية في حفل مؤسسة أطفال الصمود. انتظرونا. أهلا بكم من جديد. ينطلق اليوم معرض بعنوان خيمة للفنان أيمن السمري بجاليري بيكاسو في القاهرة. وفي تقديم هذا المعرض يقول الدكتور ياسر مونجي: يطلعنا أيمن السمري في عرضه الراهن بنسق جديد من أنساق تآطر العلامات البصرية إلى درجة قد تبدو أحياناً وقد وصلت إلى حدود التقسيم الهندسي الصارم والمحسوب رياضياً. وحقيقة الأمر أن هذه التقاسيم التي تهيمن في بعض الأعمال على مجمل فضائها البصري اللوني إنما هي في جوهرها تطور طبيعي متسلسل لتنويعات المربعات وتقطيعاتها الشبكية التي سبق وأن توالى ظهورها في تجارب سابقة له. معرض خيمة مستمر حتى 2 أكتوبر المقبل. لأول مرة في لبنان نظم معرض بحبك يا لبنان، والذي يضم عدداً من المصممين والمبدعين اللبنانيين دعماً للصناعات الحرفية. بحبك يا لبنان من تنظيم Beyond Two Limits Event، وقد أقيم من قبل في عدة دول عربية. وفي هذه الدورة شارك 30 مبدعاً في مجالات مختلفة. منمنمات كان حاضراً في المهرجان والتقى ببعض المشاركين، فلنشاهد. حبك لبنان هو معرض للمصممين والحرفيين والمبدعين اللبنانيين اللي انتاجهم كلياتهم بيعملوه هن شخصيا، وبيعملوا الانتاج تبعهم بصمموه بلبنان وبشغلوا كل الحرفيين اللبنانيين لحتى يقدروا يطلعوا لهم الابداعه تبعتهم. وبهالطريقه هيدي في عندهم كذا عائله عم بتكون وراهم عايشه من ورا الشغل والابداع تبعهم اللي عم يعملوه. نحن هدفنا من وراء بحبك لبنان هو نعرف الجمهور على الإبداعات اللبنانية، على المنتجين الصغار واللي صار لهم هلأ كذا سنة كمان موجودين بالسوق، ونقدر نروج لهم شغلهم. بس اللي هو أهم من هيك هو نقدر نكفي هالحرفة اللبنانية تكون ضلها مستدامة. نحن هون في عنا 30 عارض، بس عادة برا بنطلع مع 120 عارض، لأن نحن هون 30 عارض بس لنهار واحد. حبينا إنه نعطي شوية للجمهور الموجود بلبنان وللإكسباتريس الموجودين بلبنان اللي جايين من أوروبا أو من أمريكا، يقدروا يتعرفوا على المنتجين اللبنانيين. هاي أول مرة لإلي، الباكس هن فلكسي. ما حدا بعد بعتقد بلبنان عامل هيك. الايديا تبعي هي خاصه فيي، عامله في كولكشن عندي اياها الرينبو الكستمايز الكريستال كولكشن مسميتها، وعندي لوكا كولكشن اللي هن فيهم صور كوت وكله الوان، كله حياه، كله هيك. وكثير بيحكي على الامباورنج تبع المراه. بالاساس مهندسه معماريه، بس فتت على دومين المجوهرات عن طريق الصدفه من خلال اللي لابستهم هون، اللي هو عباره عن وحده هندسيه سميتها سيليستيال موديول، وما سميتها بغير شيء لانه بيسكلي فيها تنلبس كخاتم باي من الخمس اصابع، وفيها تنلبس كحلقه، وفيها تنلبس كبريسلت. للمرأة المعاصرة اللي عندها شخصيتها هو is bold enough، ما انه بتلحق يمكن الاشياء بس لمجرد الاسم البراند، على كثر ما انه بدها تنتقي قطعة غير عن الكل، او she would like to be unique in her own way.
استضاف المجلس الأعلى للثقافة في مصر ملتقى الشارقة للسرد في دورته 18 بمشاركة 60 من كتاب الرواية والقصة القصيرة والنقاد المصريين، بجانب 5 من الأدباء العرب من فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا. أقيمت فعاليات هذه الدورة تحت شعار المتخيل السردي وأسئلة ما بعد الحداثة في الرواية المعاصرة، ونوقش خلالها أوراق عمل وشهادات لنخبة من الأدباء والنقاد المصريين والعرب. الملتقى ألقى الضوء على محاور رئيسية وهي المتخيل السردي ما بعد الحداثة والرواية بين المتخيل والواقع وتحولات البناء في الرواية المعاصرة والمتخيل السردي والتراث. بمناسبة الذكرى 46 على تأسيس مؤسسة بيت أطفال الصمود، أقيم حفل فني في بيروت أحيته فرقة مخيم البرج الشمالي جنوبي لبنان، حيث قدمت 3 عروض ضمت أوركسترا المخيم والمجموعة المشرقية وفرقة القرب التراثية. بيت أطفال الصمود من أوائل المؤسسات التي أدخلت الموسيقى إلى كل المخيمات الفلسطينية منذ نشأتها، وخرجت العديد من الموسيقيين المحترفين. منمنمات كان حاضرا في الحفل لينقل لكم الأجواء، فلنشاهد. بذكرى تأسيس مؤسسة بيت أطفال الصمود كل سنة بنحاول نعمل حفل فني موسيقي بهاي الذكرى، لأنه هاي الذكرى هي إلى معنى كبير عنا، هي بتترافق مع مأساة كبيرة بتاريخ الشعب الفلسطيني اللي هو سقوط مخيم تل الزعتر. بناء على ذلك تأسست بيت أطفال الصمود. كانت بالنسبة لنا الموسيقى هي تحدي، كيف ممكن نعكس صورة إيجابية عن المجتمع الفلسطيني. هاي رسالة وأقرب لغة للتعارف بين الشعوب اللي هي الموسيقى. اليوم عندنا 3 فرق موسيقية راح تكون، فرقة الأوركسترا المخيم اللي فيها 57 عازف موسيقي، فرقة التخت الشرقي اللي فيها 32 عازف موسيقي، وفرقة القرب اللي فيها 22 عازف موسيقي. هذا الكم من الموسيقيين من مخيم برج الشمالي هو تحدي لو وصلنا لهون لبيروت. أهداف الأوركسترا اليوم هي تعرف الأطفال المخيم على التراث الفلسطيني والتراث بلاد الشام. اختلاف الآلات هو تقبل رأي الآخر، وهذا اللي نحن اليوم عم نجرب نعمله، إن كان بالمخيم نتقبل الآخر وخارج المخيم. هيدي اليوم أهمية الموسيقى، واليوم هذا دورنا التربوي يلي نحن بدنا ننقله للأولاد. الأوركسترا اليوم عم تكبر وعم تنتشر أكثر، إن كان بالمخيم أو بسور حتى، يعني في ناس حتى من برات المخيم صارت ترجع تستقطب الأوركسترا ناس من برات المخيم. المشرقيين كانت خطوة جديدة فينا نعد، بلشت من قريب لثلاث سنين أو 4 سنين. خلال هال4 سنين كانوا تقريباً كالعادة، كل ما ببلش أي مشروع بنبلش 1 2 3،
فكرة صغيرة بلشت تضم أكثر من فرد لحد ما وصلنا ل 19 عازف موسيقي بيعزفوا آلات مشرقية. ومن جديد ضمينا لهم فرقة كورال. فرقة الكورال هي تقريباً طلاب أصواتها كتير حلوة، أعمارهم تقريباً من 12 لل 14 15 سنة. عملنا ميكس بين الفرقتين، بين الكورال وبين المشرقيين، لحد ما طلع عنا فرقة فينا نسميها فرقة مشرقية بامتياز. لما زمان كنا نسمع كلمة لا هذا الشيء حرام أو ما بدنا نعمله، هلأ لا، إحنا عم نسمع الكلمة إنه أنا هون بدي ابني يفرغ، بدي ابني الموهبة اللي عنده تبين عن طريق الموسيقى. فإحنا صرنا لا، الإقبال على موضوع الآلات الموسيقية والعزف والأوركسترا، سواء أوركسترا سواء جرب سواء دبكة، أي شيء موجود عندنا عم بيكون عدد أكبر وإقبال أكثر. انتهت حلقة اليوم من منمنمات، إلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع المقبل.